وعليك السلام. طلباتك يا قمر؟ بصل. أيضا منذ أسبوع وأنتم تشترون البصل كل يوم، ماذا تفعلون به؟ نأكله. بأجمعه؟ بأجمعه وأكمله، ومع قليل من الملح وكثير من الخبز. ألا تأكلون غير البصل؟ طبعا نأكل، ويكون هذا عندما يرزق أبي بدرهم أو درهمين زيادة. ماذا تأكلون عندها؟ عندها نشتري بعض حبات الرطب. رطب؟ تأكلون فقط الرطب؟ ليس فقط، إنما نأكل الرطب ونلعب بالنواة. يبدو أن جحا في ضيق ذات اليد هذه الأيام. ما هذا الاتهام؟ حمد لله على رزقه، ليس في هذه الدنيا من يأكل ويشبع كما نأكل نحن ونشبع. بصل وفي بعض الأحيان رطب. أبي يكره تكديس المال، وإنه يصرف علينا كل ما في الجيب ليأتيه ما في الغيب. هل أنت سعيدة بهكذا حال؟ دلني على فتاة تعيش في هذا المكان أفضل مما تعيش أنا قمر الزمان. أي ادعاء هذا؟ كفى مجادلة يا دهمان. بكم تريدين اليوم من البصل يا قمر؟ بصل، بصل وأحيانا رطب. بكم تريدين من البصل اليوم يا قمر؟ بنصف ربع درهم. ربنا الله، آتي. تفضل. شكرا يا صالح. وهذه مجانا، لا نأكل شفقة ولا حرامة. هنيئا لك هذا العقل يا قمر. ويسألونني ما الذي تراه في قمر الزمان؟ من الذي يسأل؟ الناس. وما الذي تراه في قمر الزمان؟ أرى بهجة الدنيا وسعادة الحياة تخيم فوق عائلة صغيرة، عائلة صغيرة تضم الوالد الذي هو أنا، والأم التي هي أنت، وأطفالنا الذين هم أبناؤنا. صغارنا الذين هم أبناؤنا. أبناؤنا؟ أولادك أولادي. وأنت هو رب البيت؟ أنا هو. وتأتينا بالبصل؟ على أنواعه، هناك البصل الكبير والبصل الصغير والبصل الأخضر والبصل اليابس. ماذا جنيت؟ ولماذا حصل ما حصل؟ قد حصل ما حصل لأنك أطعمتني والأولاد البصل. قمر، قمر يا قمر دنيا. أنت يا من تحمل اسم صالح، اقترب اقترب إلى هنا. الكلام أوله سلام يا جحا. لا سلام ولا كلام بيننا، أما تستحي يا رجل من أعمالك وأفعالك؟ وأي إثم اقترفت؟ تجوع أولاد ابنتي وتحرمهم الغذاء وتطعمهم بصلا يا غليظ القلب يا قاسي الفؤاد. قمر، قالت لك هذا الكلام؟ طبعا طبعا قالت لي. زوجناك إياها لحما وشحما فأرسلتها إلينا جلدا وعظما. وتضحك يا شرس الطباع، يا معذب الزوجة ومشتت الأولاد. هل أنا متزوج ليكون لي أولاد يا جحا؟ كيف صدقت كلامها؟ أيها الجاحد، أتنكر زوجتك وأولادك؟ أي جنون هذا؟ ولكن كيف يصدق أني زوج ابنته ولي منها أولاد وله عندي أحفاد؟ ليتك رأيت ما فعل بي جحا يا مرجان. وماذا فعل بك جحا يا صهري؟ صهرك؟ صهرك يا ليت. اقترب
ها أنا ذا اغتربت. قلي ماذا تريدين أن أقول؟ ماذا أطعمت الأولاد ليلة أمس؟ كانت دعابة وكلام خيال وأحلام. دعابة؟ تطعم الأولاد بصلا وتقول دعابة؟ أي نهار أسود هذا النهار؟ افهميني اسمعيني، مع أني أود وأتمنى وأحلم بقمر الزمان كزوجة، ولكنها حتى الآن ليست زوجتي وأنا لست زوجها. اسمعوا هذا الكلام يتبرأ منها ومن أولادها على مسمع من أذني وأمام عيني. اسمعي يا زوجة جحا، ما بالكم اليوم تناقشون أمرا ما حدث ولم يحدث حتى الآن؟ أما حدث أن أطعمت ابنتي وأولادها البصل كغذاء عند العشاء؟ كان خيالا بخيال. لم أفهم، أعد لي الكلام. هو خيال من أحلام اليقظة. كيف؟ قلت لابنتك لو أن لنا عائلة لعشنا سعداء، فقالت أو تأتينا بالبصل؟ فقلت البصل الأخضر والبصل اليابس، البصل الكبير والبصل الصغير. ولمن كل هذا البصل؟ للزوجة والأولاد. الزوجة التي هي ابنتي والأولاد الذين هم أحفادي. نعم. من فمك أدينك، وأخيرا خرجت عن عنادك واعترفت بإطعام البصل لزوجتك وأولادك. يا ويلك من قمر يا صالح، حبها حلقم ولم أرى فيه ما يرحم. ماذا فعلت بصالح يا قمر؟ هذا جزاء الذي يهمل زوجته وأولاده. أعقلي يا بنت، لا أنا زوجك ولا أنت زوجتي. أعرف هذا. تعرفين؟ طبعا يا غشيم. لكن جحا صدق الكلام. جحا يعرف أيضا. وأمك أيضا تعتقد أن لي منك أولادا؟ أمي ليست غبية، وهل نحن تزوجنا لتصدق أمي مثل هذا الكلام؟ باع صوابي. إذن كيف شتماني ولطماني؟ تحسبا لما قد يحدث في المستقبل، حتى إذا تزوجتني في يوم من الأيام تذكرت الشتم واللطم فتركت البصل وحملت إلي الشهد والعسل. ها؟ المارستان لمن هم في مثل حالي أمان وأفضل مكان.